السلام عليكم، معكم صابرين وأهلا فيكم مرة ثانية في فيديو جديد. فيديو اليوم كان من أكثر الطلبات اللي كانت تجيني في التعليقات أني أعمل الجزء الثاني من شخصيتي بأسلوب صابرين. لو تذكروا في بثوث ماضية كنت أقول لكم أنه راح أسوي الجزء الثاني من هذا الفيديو، لكن حامل عليها تويست ما راح أرسمها على الكراسة، بس راح أرسمها زي ما انتم شايفين. راح ارسم شخصياتكم رقميا وراح اطبعها والونها بالماركر. لو تذكروا مقطع الطوابع سويت فيها اخر مره هالشيء، حبيت اعيدها مره ثانيه. والحين ندخل الهاشتاج. صراحه ما دخلت الهاشتاج من اخر مره عملت المقطع بعدها باسبوعين اعتقد، لاني كنت ابغى اسجل المقطع الجزء الثاني بعده على طول، لكن ما نزلت شخصيات كثيره في الهاشتاج، فقلت خليني استنى بهدوء زي الشطار تجمع كم شخصيه فيها عشان اقدر اعمل منها مقطع. يعني شوف، سو كيوت. من هذول الاثنين؟ انتقد الشخصيه هي ام شعر بنفسجي. الاسم نولين، العمر في اول ثلاث صور 12 والبقيه 11. صفاته معلومات عنه: فتى لبق وحقير في آن واحد. كيف كذا؟ يتحدث بالألغاز، لطيف، لا يحب العراق رغم انه يوقع نفسه بالمشاكل. المهنه دوام جزئي، ساحر مسرح. اوكي، يملك شعر طويل يصل الى كتفه تقريبا، لونه ارجواني، عيناه واسعتان مسحوبتان، لونهما سماوي. هدفه في القصه ان يرى امه ان ليس كل ساحر قد يكون شرير، وانه وقد يبدو انه سوف يخفق. او ماي جاد، حب القصه. سو كيوت. اعتقد نبدا بدايه الفيديو برسم الولد. كثير يقولوا صابرين ارسمي ولد، اهو اول رسمه حنرسمها حتكون ولد. صراحه هذا اللي كنت شايله همه في هذا المقطع، اني حط ارسم اولاد. نفتح كانفاس جديد. في العاده لما افتح الكانفاس احب اخليه 1000 في 1000، وبما اني راح اطبعها حخليها الريزولوشن على 600. ما حيطلع لكم في الشاشه اللي الكبيرة اللي هنا، لكن بشكل عام المقاس 1000 في 1000، لما أحتاج أكبر حكبر، ما بتفرق معي المقاس. نم 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 نم. هو ساحر بس ما عنده بروبس، ما عنده عصاية سحر مثلا، عرفتوا عليها؟ سو كيوت يا أخي. وعيونه مسحوبة أكتر. كيف الوضعية اللي راح أرسمها فيه؟ أحب لما أرسم رقميا أصغر الكانفاس أكتر شيء عشان ما أركز في التفاصيل، عرفتوا علي؟ أخذ الشكل الأساسي للرسمة بعدين أكبر وأحط التفاصيل. وشفت هذا النصيحة صراحة من رسامين كثير. ساحر وفي يده إيش ينادوها؟ كراوسون؟ كراوسون كراوسون. أنا نادي كراوسون. أشوف ناس كثير لأ ينادوا كراوسون كراوسون كراوسون. ما أدري. أحافظ على شكله الكيوت لأنه ساحر. أوه دقيقة، ما إنه عمره 12 سنة، أنا هنا أقدر أخليه ألطف طريقة ممكنة، تعرفوا الأذان الكبيرة، الوجه اللطيف اللي أنا أحبه. عرفت إيش راح أسوي؟ راح أخليه معاه عصا سحرية يعمل سحر. هعمل دخان هنا على طبق ماسكه، هذا الطبق فيه كرسون. أعمل له نجوم هنا وكذا زي اللمعة حقت السحر، عرفتوا علي؟ وبعدين راح أعمله زرقاء، فتحه لاير جديد. فأنا في العادة أحب أعمل سكتشين قبل لا أبدأ التحبير. so, هذا السكتش الثاني. أوكي كذا أعتبر إني خلصت الرسمة الأولى. أحسها نت باد أبداً، تدرو أحسه أكتر حاجة كرتونية رسمتها في حياتي. مرة مكرهتها بصراحة، كيوت. نشوف كيف راح تصير لما نلونها. أعتقد يبغالي أعمل كالر سواتشز على ورق الكاردستوك، لأنه أحس ما لها فايدة دي، اللون هنا يطلع أغمق بكثير، بس حنمشي فيها اليوم. شعره لونه بنفسجي، عندي لون فاتح مرة ولون غامق، اللون بي 3 ضايع، حنستخدم اللي عندنا. كمان يوترني أصلاً أن درجات الألوان هنا طالعة أغمق بكثير من كراستي. كأني بدأت الشعر قبل لا ألون البشرة. أحس لو أني رسمتها يدوياً بدل ما أطبعها كنت حبدأ تلقائياً بالبشرة. لون البشاح الرمادي بيجي 0.50. الله كأنه لون جديد ما قد استخدمته أنا.
so cute. درجتين من الرمادي قريبة من بعض، رغم انه هنا طالع ان واحدة اغمق من الثانية. شايفين هالدرجتين؟ مرة واضح ان واحدة اغمق من الثانية، بس مع كذا في الورق ذا تحديدا طالع نفس اللون. الحين يلون الكراسون. شو اسم الرقية؟ كراسون كرواسون. قد باحث، لا يقولوها بطريقة تانية، كرواسون حقنا، بس أنا أحسها مرة حقتنا، ما في أحد تاني يقولها. فطيرة؟ لا إيش بيكون إن ذي كرواسون؟ في الكرواسون ذاك اللي تفتت في يدك ويعدم لك أمك. أيوة، لا في واحد تاني. في الكرواسون كذا الملفوف كأنه سدودة. واضح اني ما اعرف ارسم اكل، بس اعرف اكله. ما ادري قاعد اجرب اي شيء هنا. بنطلون برضو رمادي، البلد كله رمادي في الصورة، بس طالع كذا الوانه مشعة فراحية، حقي طالع كأنه ايمو. تدرو خلوني انا بنطلونه باسود كامل لانه الرسمة مرة رمادية. الله الاسود بدأ ينشف برضو ما شاء الله. اخر شيء ينفع اعمل له خدود يا اخي، رسم العيال مو ممتع لهالسبب. ممكن لو عملت له نقاط زي النمش. كيوت. اكتشفت اني احب الاشياء اللي ارسمها، رغم اني زمان كنت اكرهها، منها النمش، او مو حتى النمش، حبوب الوجه. الحين صرت اشوفها زي حاجه كذا تجمل الواحد، انه ارسم شخصيات أنا زمان كنت أشوفها مي حلوة، صفات مي حلوة، عرفتوا عليها؟ مدري طويلة صرت تقريبا لونه رجع عيناه واسعته مسحوته ولونهما سماوي. زمان كنت أعمل الحركة إني أعمل اللمعة حقت الشعر كدوائر، دوائر صغيرة زي كذا. كان شكلها غريب صراحة عشان كذا وقفت أسويها، لكن أحس إنها مرة بتناسب. تدروا شعور أبغى أخليه طابعة، ما أدري ليه، ممكن لأنه الرسمة مرة كرتونية. دقيقة، ما أنها مرة كرتونية خليني أعمل حركة الستيكر فيها. ما أدري ليه يعجبني أحدد الأطراف الرسمة زي كذا، يمكن عشان أهرب أرسم خلفية ما أبغى أرسم خلفية، بس بشكل عام مرة أحب أعمل دي الحركة في الرسمات. تعرفوا اللي يقولوا أنا هوايتي جمع الطوابع، أنا واحدة منهم. الله سو كيوت. تلا خلصنا الرسمة. ماي جاد، مرة متحمسة للرسومات الباقية. اوكي نيجي للشخصية اللي بعدها، بصراحة مرة حبتها، مرة كيوت صراحة، سو كيوت كأنها طوابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاركتي لشخصية الأسلوب صابرين. شخصية تعبر عني في عالم الانترنت، جيمر اوتاكو، مدمنة شاي، رسامة، وشخصيتها قوية ولطيفة. الأشياء اللي تحبها الشاي، الألعاب، الأنمي، واللون البنفسجي. أحسها مرة تشبهني، وحابة ستايل البكلة دي، يمكن حرسمها بدل ستايل. طيب الوضعية 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 ليها ماسكة كاسة القهوة حقتها، قهوة ديفولت حقي قهوة، ماسكة كاسة الشاي حقتها. مرحبتها، شكلها كيوت صراحة. خليني أجرب أحددها بنفس المرسام. خلص الرسمة، نبدأ نلونها. مرة متحمسة لهذا الرسمة صراحة لأنه ستايلي جوي، بنات كيوتات، أحب أرسم هذه الأشياء وأحب ألونها.
الشعر يمكن اختار هذا الدرجتين. زمان كنت استخدم هذا الدرجتين في تلوين البشره قبل لا اجيب مجموعه البشره عندي. وين اللون؟ وين اللون؟ 380. اعتقد هذا اللونين مناسب لبعض. اعتقد يس. حابة اللون V20 V30. سو كيوت سو كيوت. حابة هذا اللون مع بعض على فكرة. حس ما استخدمته قبل كذا في رسمة. الله هذا اللونين مرة حلو على فكرة. كيوت. حابة هذا اللونين. واو شكلي هستخدمه أكتر في الرسمات الجاية. أحس أبى أخلي بنطلونها جنزرة. ما عاد ما أبغى جنز أزرق لأنه حيكون غامق مع هودي غامق. أحس مو مرة. ونعينها حيكون نفس اللي استخدمته في شعرها. هحط اللون الغامق اول كذا في الطرف بس من هنا ومن هنا، بعدين اسحبه باللون الفاتح. احيانا اسويها في العين، افضل الجزء اللي في النص كذا في العين يكون لونه ابيض. شو كيف القلم الجيلي رول، مع انه ذا مو اللي احبه حق ساكورا اللي ينشف بعد استخدامين، هذا اللي اخذته من شيئا، بس احسه يمشي فوق الطباعة بشكل مرة حلو. يمكن لما أرسم على ورق بشكل مباشر أدمر الورقة فالقلم ما يمشي بسهولة. عرفتوا؟ خلصنا هذه الرسمة. ترى مرة مرة حابة هذه الرسمة. دقيقة خلينا نعمل لها حاجة لطيفة أخيرة لأني حابة الرسمة، فأحس أبغاها تكون بارزة. حس لما أحط حدود زي كذا للشخصية تبرزها أكتر. كنت أقول لكم كنت أعطيكم النصائح إنه كيف تحملوا لون مسطح انكم تلونوا بطريقه دائريه زي كذا. قلت لكم هاي النصائح انا حاعطيها لكم بعد ما احسويها، لاني ما اركز في هذه التفاصيل. ماني عارفه حاجه مو كويسه اعتقد لو انا بطلع فاينل ارت وورك انه رسمه كامله ونظيفه مرتبه. عرفتوا؟ احب الفوضى، هذا اللي بقوله. بس نرجع للوحه الرسم. اوكي نيجي لشخصيه غيرها. حابة هذه الشخصية. ألكسندر والتر، نجم روك وعضو في فرقة أسوأ نجوم وور ستارز. من يسمي نفسه هذا الاسم؟ والكل يناديه أليكس. يحب العزف على الجيتار وهو أكثر عضو محبوب في الفرقة. شكله يذكرني كده بشعر من فرقة كي بوب أو جي بوب. عرفته؟ أوكي نرسم لي. شيء الأهم أني ما أعرف أرسم جيتارة، خاصة في الأصابع. تعرفوا مسكة الأصابع حقت الجيتارة، أحس ما في بالي أرسمه بوضعية زي كذا. إيش نرسم؟ يمكن أخلي الجيتار ورا ظهره، أبغى كذا زي اللي طفشان حاط يده في جيبه.
فهمتوا؟ والجيتار ورا ظهره زي كذا. جاكيت ما شاء الله مليان تفاصيل. او ماي جاد. افترض اكتب هنا روك ستار، بس ماني عارفه كيف اكتبها، تدري راح اقرر بعد ما اطبعها. خلصنا هذه الرسمه ويلا نبدا نلونها. وهو طبعناها عشان نتذكر رسمه. سرقت جوال اختي لانه الايباد مو مشحون. اذكر لما رسمتها كنت ناوي اخليه بالاحمر، لابس الجاكيت الاحمر، شعره مو بس اشقر، شعره اصفر. سو حنختار اصفر شعر في الحياه، واي 3 واي 2، لانه شكله مره كرتوني. ماني عارفه كيف راح اظلل شعره، يمكن اخليه زي كذا. تعرفوا هذا الحركة من التضليل؟ كأنه بديت تلوين الشعر. انا في العادة لون البشرة اول. هي اللون هذا قرب ينشف، يمكن حامل زي كذا. بعد ما اذكر اني قبل كذا عملت لمعة الشعر بهالطريقة، عرفت علي؟ حسوا نت بيد. هذا شعور اني قاعدة الون رسمة مرسومة اوريدي وانا رسمتها بنفسي، عرفتوا؟ احس ذكرني بايام دفتر التلاوين اللي كنا نسويه ايام الابتدائي. الحين حتى بدا يجيني شعور صار بنسوي دفتر تلاوين واطبعها لنفسي يعني. بس اوكي، هذا اللون مرة ناشف مع اني مرة احبه. سو ساد. مرة حابة جاكيته على فكرة، لانه في العادة لما اسوي ملابس ما احط هذه التفاصيل فيها، عرفتوا؟ على طول هودي جاكيت وخلاص، ما احط هذه التفاصيل. حابه في هذا التحدي اني قاعده اجرب اشياء جديده. مدري يعتبر تحدي اصلا؟ نايس. او ماي جاد، حابه اختيار الالوان للملابس والشعار هذا بالاصفر ولبسه هنا بالاحمر. ماني عارفه الحين احط روك ستار ولا لا. دقيقه خليني اجرب نعمل روك ستار. ممكن شيء زي كذا، ان شاء الله يكون واضح انه مكتوب ستار. هنا الروك المفترض. شو حاولت، هذا كل شيء ممكن تحصله عندي. هنعمل هذه بالأحمر لأن جاكيته الأحمر ما في هذه الدائرة، بس أنا هخليه موجود. وياقته لونها أسود لكن أطراف الياقة لونها أحمر، يعني هنا ما انتبهت على هذا الشيء إلا بعد ما طبعتها. يخربتها هنا باللون الأسود. تدروا الفرشة أحسها مهي مرة واضحة، في أماكن حضطر أعيد تحديدها. ليتني زودت لاير التحبير أكتر. تيشيرت الداخلي رمادي أغمق صراحة، المفترض اللي برا يكون أفتح. هذا الرمادي اللون نشف للأسف. هلو ترى وصلت لمرحلة أني أشتري مجموعة أوهوهو جديدة. سمعت أنه الموقع يوفر إعادة تعبئة، فعليا في إعادة تعبئة حاليا في أوهوهو، بس استنى يحطوها في أمازون. موقعهم كأنه ما يوصل إلى الأمريكا. الحزام ده حيكون لون رمادي غامق. أحس اللون الأسود والرمادي مليان في الرسمة، في نفس الوقت الرسمة مشعة. عرفت اللون الأزرق الأحمر الأصفر؟ مرة حابة اختيار الألوان في الرسمة. تدروا لأنه بشرته مرة فاتحة يمديني كان استخدم اللي في مجموعة التاتش 5، لأنه في لون بشرة أفتح بكثير. باقي الجيتار حيكون لون بني. ما ادري كيف قفل الجيتار، المفترض يكون شكله، انا عارفه انه شكله مو كذا بس يعني
هذا أفضل شيء ممكن تحصلوه عندي. خليني أضيف اللمعة والأشياء هذه. أنا عارفة إنه لونها أسود بس ما أبغى اللون الأسود اللي في رقبته يختفي مع الياقة. هذه اسمها ياقة صح؟ غطي كلمة ستار بالقلم ذا الذهبي. نايس نايس. لون عينه زرقاء أعتقد. لا خضرة. الصورة عينه خضرة. كثير تريقوا علي أذكر في البث. فرفان يعني مو إنه تريقوا علي وجد إنه دائما ما ألوم عيون شخصياتي. معهم حق صراحة. دائما أنسى بس أعمل بالأسود واللمعة وخلاص. أعتبر كذا إني سويت اللي علي. كذا خلصنا الرسمة. صراحة مرة حبتها. ننتقل للرسمة الثانية. اوكي هنا اكتشفت متاخر انه الكاميرا ما كانت تسجل ولا الصوت كان يسجل هتسمعوني اعمل فويس اوفر هنا. ومين يصدق انه هذه الرسمه اترسمت بالاصبع حرفيا على شاشه جوال؟ يعني توت كانه لوح رسم. وهذا الشخصيه اسمها زمرد، تشتغل في التجاره من عشيره الالف. الالف كيف ينطقوها؟ احس دائما انطقها غلط. فقدت احدى اطرافها وهي صغيره. القصه ما راح اذكرها خصوصيات وكذا، ليه يعني أعرف هذه الخصوصيات. ما أكذب عليكم، من بين كل الرسمات اللي رسمتها هذه أكثر شخصية استمتعت فيها، لأنه أحس الستايل والتصميم كأنه شخصية داخل لعبة، عرفتوا؟ وشوية رجع لي مشاعر أنه برجع أصمم شخصيات وملابس وأسلحة زي أول. بعدين من فين جاتها فكرة الشعر هذه؟ أحس الحين بقص شعري وأعلقه في شعري برضو. وما كنت ناوي صراحة أرسم الرسمة بالكامل أو جسمها بالكامل، بس لأنه رجلها مقطوعة وجزء من شخصيتها في القصة اللي كتبتها، فحبيت أظهر هذا الشيء على الأقل، فما كملتها للنهاية زي ما أنتوا شايفين. أوكي شو، خليني أقول لكم حاجة. أكتر شخصية متحمسة ألونها هي دي الشخصية. مرة حابة تصميم الشخصية بصراحة. رسمتها صاحبتي مها، ودائما دائما شخصياتها اللي ترسمها دائما تكون زي كذا، كأنها طالعة من لعبة، كأنها طالعة من رواية. وأنا أرسمها كنت مرة متحمسة أني ألونها كأنها طالعة من لعبة والله. أوكي شوفوا، مع أنه هذا لونه ذهبي أفكر ما ألونه، أفكر أحدده بالقلم الذهبي. وشعرها اوه صح. تدروا لما كنت ارسم الشخصيه ما كنت اركز ابدا بالالوان، ايش راح تكون، لاني قاعده اركز في الشخصيه نفسها. الحين وانا الون قاعده اركز الالوان اللي راح استخدمها. شوف الشعر، تدرجات من الغامق للفاتح. مره متحمسه لها الرسمه. نبدا ببشره هالمره، نفس الدرجتين اللي استخدمتها في كل الرسمات اللي قبل. شعر أشقر بس ما هو أشقر، شعر كذا كأنه آشي. هدخلها بطريقة الفذرينج، شرحت هذه الطريقة في المقطع الماضي. هدخل اللونين مع بعض بهالطريقة، وهنا أقدر أستخدم اللون زي ما هو. الله اوكي سو كيوت، اختيارها للالوان رهيب. الله سو كيوت. الضمادات ذا حيكون بلون رمادي فاتح من غير ما أضيف كده يعني، بس هنا وهناك حتى هذه. تدروا ما في هذا الجزء، تبي أركز. شايفين الخط هذا؟ شكلي كيسته أنا بنفسي. ما هو موجود. شوفوا مع أنه مرسوم حطر على ونسه. تدروا يا ريت كمان أنا كررت اللاير في هذه الشخصية، لأنه الخطوط مرة ما هي واضحة. هعيد التحديد. ليتني اخترت لون افتح.
خليني أطفي هذا برمادي لأنه أحس اللون مرة فاقع، ما شفت بعد ذا الشيء. أوكي not bad. ما أحس بضيف ألوان كثيرة، إني خايف أخربها إذا تبوا الصراحة. لون عينها زي كذا من غير أي إضافات، مشكلة حيضغط كل شيء. خلينا نغطي كل حاجة بعدين أعيد عليها بالقلم الأسود. تلا الحين عينها آخر خطوة، بس أعيد التحديد في الأماكن اللي مو واضح فيها الخط الأسود. أبى أعملها خلفية زرقاء هذي، ولا نعملها زي كذا من غير أي شيء، يعني كأنها سكتش. أوه ماي جاد، حابة هذه الرسمة، أحسها كذا مانجا من لعبة، أبغى أشوفها قدامي كذا في حاجة شغالة. حاجة شغالة so good والله العظيم. نيجي للشخصية اللي بعدها. معلومات عن الشخصية: الاسم لايا، العمر 580 سنة. واو، هذه القطة المتحولة دخلت عالم البشر بالخطأ، كيف ستنجو وتتعايش مع البشر يا ترى؟ لايا تحاول جاهدة تعلم صفات البشر والعيش بسلام معهم، لكن هل ستنجح أو تخفى؟ أحس البسس كلها زي كذا، أحس البسس كلها تحاول تتعلم صفات البشر وعشان كذا تستغل البشر بكياتتها. عرفتوا عليا؟ في يوم من الأيام البسس حتحتل العالم، عرفتوا عليا؟ وتحتل البشر وتتحكم فيهم. ممكن أخليها بوضعية تعرفوا حركة ال وأدري إيش ينادوها هذه، بس حيكون لبسها كبير فما حيكون واضح، يعني هذا حيكون لبسها. خلي عينها زي البسة. ذكرت تدرو شخصية نيفربيتو كان اسمها؟ يس، اللي في القناص، عيون البسة فيها كذا ايش نادوها، الحدقة، الحدقة حقت العين كأنها خط. نينو تخوى الرسم وترسم كل شيء يخطر في بالها من مناظر وأشخاص وطعام. وبالنسبة لنينو، ليه أبغى أقولها نيوم دائما؟ وبالنسبة لنينو، الرسم هو جزء من عملها وحياتها، ترسم كل ما تشعر به من فرح وحزن وكلاهما. أحس تشبهني، أو ماي جاد مرة تشبهني. نينو أصبحت ترغب بالعمل في مجال هوايتها وظلت تبحث وتبحث عن عمل، لكنها دائما تقف في نصف الطريق. أو ماي جاد، قاعد تتكلم عني. في بلادها لا يوجد من يدعم كثيرا هذه المواهب. نينو بدأت تفقد اهتمامها بالرسم بسبب ما يعيقها، ولا تزال تبحث عن عمل وهي في أقصى إحباطها. من يدعم هذه الفتاة المسكينة؟ أنا بدعمها، أنا بدعمها. وين أكثر شخصية تشبهني؟ أعتقد تشبه الكل حتى، ولا؟ أوه ماي جاد، حسمتع بهذه مرة، حرفيا حرسم نفسي. بما أنها تحب الرسم وفقدت الشغف، خليها ماسكة كراستها. وهم تكي على جدار، والله قصة حزينة هذه. وماسك دفاترها وكراساتها وألوانها. أنا عارفة سويتها بأسوأ طريقة ممكنة، بس هذه الوضعية اللي في بالي، فسو خلينا نرتبها أكتر. أحاول أرسمها بوضعية مرتبة أكتر من هذا الفندق. كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا كنتوا حابين تشوفوا هذه الرسمتين ما لونتها، لأنه راح ألونها في البث المباشر، والبث حيكون في نفس اليوم اللي راح تشوفوا في المقطع الساعة 5:30، so لا تفوتوا عليكم البث. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا لايك والمشاركة. أشوفكم الأسبوع الجاي، باي. Hello again.
أول حاجة حابة أشكر كل اللي شاركوا في الهاشتاج، كانت في كثير رسمات ما رسمتها وكانت مرة حلوة، وما قدرت أحشر إلا 6 رسمات وأريد المقطع نص ساعة فما قدرت أرسم الباقي، فأعتذر على هذا الشيء. كمان ناس كثير أرسلوا لي الرسائل في الخاص لرسماتهم أو للقصص، ما أقدر أشيك على الخاص، الخاص عندي مرة زحمة رسائل ومرات ألحق أرد ومرات ما ألحق أرد. وكمان في رسامين كانوا يرسلوا لي في الخاص برضو في التيك توك، ودوبي أكتشف أنه التيك توك فيه رسائل خاصة. إذا كنتوا حابين تشوفوا جزء ثالث من هذا المقطع شاركوا في الهاشتاج على الانستغرام ومع قصة الشخصية. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والمشاركة، أشوفكم الأسبوع الجاي، باي.